تحية الجمباز اختار سيف هاني لاعب منتخب مصر الباركور للمشاركة في بطولة عربية لجمباز الباركور واللي هتستضيفها مدينة الزرقاء بالأردن واللي هتنطلق بعد غد الجمعة وهتستمر لحد يوم الأحد المقبل بمشاركة 9 دول وهي مصر والكويت والسعودية واليمن وفلسطين وسوريا والجزائر والمغرب وده بجانب الأردن صاحب الضيافة. الاتحاد المصري للجمباز كان أعلن في وقت سابق ضم رياضة الباركور لمسابقاته الرسمية واللي هتكون ليها منافساتها الخاصة وتكوين منتخب خاص بيها وده هيكون طبعا خلال الفترة المقبلة. وزي ما عارفين الباركور هيشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية ابتداء من لوس أنجلوس 2028 كأحد فروع الجمباز بعد ما قام الاتحاد الدولي للجمباز بإدراج منافسات الباركور ضمن فروعه وتنظيم أيضا بطولات قارية ودولية في الأماكن المفتوحة. أما عن الاتحاد المصري للتنس فأعلن النهاردة عن موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب المجر في المجموعة العالمية الأولى بكأس دافيز واللي هتنطلق يوم 13 سبتمبر المقبل. منتخبنا هيلعب في المجموعة العالمية الأولى بعد تأهله للمرة الأولى في تاريخه لهذه المرحلة القوية في كأس دافيز على حساب منتخب الإكوادور في طبعا جولة التأهيل بالمجموعة العالمية الثانية. مواجهة مصر والمجر هتتلعب على مدار يومين هتبدأ يوم 13 وهتنتهي يوم 14 سبتمبر بملعب السنتر كورت التاريخي بنادي الجزيرة.